يا صباح الفل مشاهدينا الكرام، على حضراتكم مرة أخرى الحدث المهم الذي تستعد له مصر كما تابعنا ونتابع وسنظل نتابع خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، انتقال موكب الملوك والملكات يعني عبر موكب مهيب للغاية من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة أو متحف القوم الحضارة المصرية في الفسطاط. حدث هيكون الحقيقة مهم وعالمي، والغرب والحضارات الأخرى، ليس الغرب فقط لكن الجميع، يقدر الحضارة المصرية القديمة الإيجيبتولوجي، يقدرون التاريخ المصري الذي كان من أول الحضارات في هذا العالم، وسيظل هذا الزخم وهذه الروح الحقيقة موجودة عند كل العالم، لأنه يعني مصر كانت تنير العالم وقتما كان كله مظلما. هذه هي مصر وإن شاء الله بتعود مرة أخرى. فرصة الحقيقة نحن مش بس نتابع ده، لكن كمان نعرف سير الملوك ونعرف سير أجدادنا ونعرف سير من عاشوا على هذه الأرض طيبة وصنعوا حضارة كبيرة للغاية. على أي حال تعالوا نستطلع أكثر عن هذا الحدث وعن التاريخ أيضا من ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور إكرامي الساكت، البحث في علم المصريات والمفتش في وزارة السياحة والآثار. أهلا بك يا دكتور. حضرتك صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. الحقيقة احنا بنستعد، بس أنا مثالي أنه العالم كمان بيستعد. كيف ترى هذا الحدث؟ يعني عاوزين نصب على حضرتك ونصب على الشعب المصري بلغة أجدادهم المصريين القدماء، نقول لهم الأول حرو نفر، صباح جميل، صباح سعيد، يوم سعيد. حرو نفر، حرو نفر، يوم جميل على الشعب المصري كله. ونقول لهم نبرمبت حرشين حتب، كل سنة وأنتم في رضا وسعادة وسلام في مصركم الغالية. هذا الحدث زي حضرتك تفضلت وقلت في المقدمة، هو الحدث الأكبر والأبرز هذا العام، مش لمصر فقط، لا للعالم ككل، لأن العالم الخارجي كله مهتم وعاشق للحضارة المصرية القديمة، وأي حدث ينتمي إلى الحضارة المصرية القديمة بنلاقي عليه زخم وبنلاقي عليه سوشيال ميديا متأثرة وسبوت عليه، لأن الحضارة المصرية القديمة هي أول من أنارت العالم بعلمها وبالتاريخ المصري القديم ككل. هذا الحدث في مثل هذا التوقيت بيأكد وبيدي رسالة للعالم الخارجي اللي مصر قادرة على التنظيم لمثل هذه الفعاليات الكبرى، فدي رسالة للعالم الخارجي، رسالة أيضا للسياحة المصرية إن شاء الله على الطريق الصحيح بإذن الله. بعد انتهاء جائحة كورونا سوف نجني ثمار هذا الحدث بإذن الله، بعد انتهاء هذه الجائحة سوف نجني ثمار الاكتشافات الأثرية اللي موجودة على أرض مصر بالبعثات المصرية. كل ذلك إن شاء الله بيعمل دعاية للسياحة المصرية، بيعمل دعاية لمصر، وهو أحسن دعاية أيضا لافتتاح المتحف المصري الكبير. جميل. يعني الأول نعرف بقى مين الملوك اللي هيمشوا في هذا الموكب. يعني انت هتحرك موكب فيه 22 مومياء، يعني والميزة اللي موجودة في الحضارة المصرية ان المومياوات عادة تكون في حالة جيدة للغاية، وكنت لسه بتكلم في اول حلقة انه حتى الاثار المصرية الملونة بنجد انها تحتفظ بالوانها الاصلية وبحالات جيدة للغاية، وعندنا يعني كثير. من سيمشي في هذا الموكب من الملوك والملكات؟ يعني الموكب الملكي زي ما حضرتك تفضلت اللي هو موكب مهيب، موكب عظيم، موكب كبير جدا لملوك وملكات أسروا وأثروا في التاريخ المصري القديم. طبعا على رأسهم يتصدرهم الملك العظيم رمسيس الثاني، وهو أشهر ملك من الملوك المصريين، ده يعني هو اللي هيتقدم هذا الموكب. وبالحقيقة ترتيب الملوك جاء لأشهرهم زي ما بنقول رمسيس الثاني، إن هو أكبر الملوك سنا، وهو من أعظم من حكم مصر القديمة الملك رمسيس الثاني. المنشآت المعمارية اللي موجودة للملك رمسيس الثاني والظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده بمعبد أبو سمبل، ادته شهرة عالمية كبيرة. أيضا ارتباط اسمه بخروج اليهود
من مصر اداله شهره عالميه كبيره الحقيقه من اشهر لكن هذا يعني انا قرات دراسات كثيره بتقول انه ليس فرعون الخروج، ليس فرعون موسى طبعا، يعني ليس الفرعون الذي طغى وعاقبه الله، يعني يعني هكذا يقول التاريخ، لكن التاريخ اجتهادات برضه. احنا بنقول ارتبط اسمه لان التاريخ اجتهادات زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لان انا بستقي الماده التاريخيه من الاكتشافات الاثريه اللي كل يوم بكتشفها. ارض مصر لا تزال محتفظه بالكثير بالكثير من اسرارها، المكتشف من الاثار المصريه لا يتعدى 10% فقط لا غير، 90% من التاريخ المصري القديم لا يزال تحت تراب مصر. فأما اكتشف حاجة عن طريق البعثة الأثرية كل يوم فبيأرخ لي فترة زمنية طبعاً. ملوك عاشوا في هذه الفترة، عادات وتقاليد كانت موجودة عند هذه الأسرة. فالملك رمسيس الثاني زي ما قلت حضرتك من أشهر الملوك، ارتبط اسمه بخروج اليهود من مصر. هو مش فرعون الخروج بالأدلة الأثرية دي أول حاجة، ثاني حاجة بالأدلة القرآنية، لأني أنا بستقي التاريخ وبستقي المعلومات من الأدلة الأثرية الموجودة على جدران المعابد، على المسلات، على المقابر المصرية، وبستقي أيضا من القرآن والسنة. فما نربط الأحداث، لأن القرآن الكريم بيقول ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، فده دليل من القرآن اللي جميع آثار فرعون سيدنا موسى دمرت بالكامل. طب على مرأى ومسمع من العالم كله معابد الملك رمسيس الثاني موجودة، المعابد بتاعته لو معبد أبو سمبل لكن كمان وغير ذلك. اليوم ننجيك ببدنك على أساس أنه المومياء موجودة، لكن الحقيقة يعني هنلاقي مومياوات كثيرة. وإن كنت أنا من مفضلي أنه البحث العلمي يظل بحثا علميا بعيدا عن يعني الكتب السماوية، لعدم يعني احنا ممكن نغلط في البحث العلمي، فلعدم ادخال الجانب السماوي في الاحتمالات والاستدراك، لانه هنفهم النهاردة حاجة بكرة يتضح حاجة تانية. يعني انا من انصار انه يظل البحث العلمي علمي في يعني. طيب خلينا اسأل حضرتك، لماذا متحف الحضارة؟ لماذا يعني هذا هو المكان اللي يذهب ليه الموكب اللي يستقر فيه الملوك؟ طيب السؤال ده مهم جدا، لان ليه متحف الحضاره بالاخص؟ اشمعنى؟ ما هي موجوده في متحف التحرير وفي قاعه المومياوات ومعروضه، والزوار بيستطيعون اللي هم يزوروها. احنا عندنا المتاحف الموجوده في جمهوريه مصر العربيه 6 انواع. عندنا اول نوع متاحف قوميه وطنيه يتصدرها المتحف المصري بالتحرير، ثم متحف الفن الاسلامي، ثم اللي موجود في باب الخلق الموجود في عشان الناس تتعرف عليه. خليني اعرف من حضرتك برضو اماكنهم او يعني توزيع الجغرافي. المتحف اليوناني الروماني ده بالاسكندريه، عندنا المتحف التحرير ده موجود بالتحرير، المتحف المصري بالتحرير، عندنا متحف الفن الاسلامي من باب الخلق بالقاهره، عندنا المتحف المصري الكبير اللي هيتم افتتاحه ان شاء الله الفتره الجايه ده في ميدان الرمايه بالقرب من الاهرامات، تمام كده. عندنا متحف الحضاره حضاري عظيم طبعا، متحف الحضاره القومي اللي موجود في مدينه الفسطاط بمصر القديمه، عندنا متاحف اسمها متاحف اقليميه، ومعنى اقليميه اي المتحف موجود في مدينه من محافظات جمهوريه مصر العربيه، متحف شرم الشيخ مؤخرا يعني، ومتحف كفر الشيخ ايضا، متحف ملاوي، متحف الوادي الجديد، وغير ذلك من المتاحف. عندنا متاحف عندنا متاحف مواقع، المتحف موجود داخل منطقه اثريه وده مهم جدا. عندنا متحف المهندس العظيم ام حطب موجود في منطقه اثار سقاره، عندنا متحف ميت رهينة المفتوح أيضا بمنطقة آثار ميت رهينة، عندنا متاحف ذات طبيعة خاصة، عندنا متاحف تعليمية موجودة. فإشمعنا متحف الحضارة القومي بالفسطاط هو اللي يستقبل؟ إحنا عندنا 3 أو 4 متاحف عاوزين نعمل حالة تنافسية ما بين متاحف جمهورية مصر العربية كلها، ليستطيع أما نخلق ميزة تنافسية ما بين متحف الحضارة القومي بالفسطاط مع المتحف المصري الكبير اللي هيفتتحه الفترة الجاية إن شاء الله، مع المتحف المصري بالتحرير بعد تطويره وإعادة التطوير بتاعه، فنعمل ميزة تنافسية ما بين متاحف مصر، وده هيصب في صالح الزائر سواء كان مصري أو كان أجنبي من خارج مصر. تمام. فكرة أنه اسمه متحف الحضارة، ايه اختلاف تخصصية الحضارة في هذا المتحف؟ هو الحضارة احنا بنتكلم اللي هو عصور مختلفة، هيتم عرض اثار من عصور مختلفة في هذا المتحف. خليني اقول لحضرتك ان المتحف ده يعتبر من اهم المتاحف التي تتعلق بالحضارة والتاريخ في الشرق
الأوسط إن شاء الله من المزمع اللي هو يستقبل أكثر من 50,000 قطعة أثرية، فده عدد مش قليل، عدد كبير جدا طبعا. المتحف إن شاء الله بعد ما الموكب يروح هيتم افتتاح قاعة المومياوات مباشرة، ويتم طرح التذاكر وعليها خصم 50% للمصريين وللأجانب اللي يستطيعوا أن يشاهدوا هذه المومياوات وقاعة المومياوات والتطوير اللي حدث في متحف الحضارة. خلينا نتكلم بقى، يعني هذا الحقيقة رغم أنه حدث مهم عالميا، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه إن شاء الله نتائج أو عائد الاستثمار السياحي ده هتيجي بعد جائحة كورونا، لكن المصريين النهاردة أعتقد أنه وإحنا بنتكلم طول الوقت في وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا وغيره، عندهم شغف أنهم يشوفوا هي إيه المومياوات اللي راحت وماذا يوجد في متحف الحضارة. هذا إلقاء ضوء أيضا على جانب يمكن بالنسبة للمصريين، يعني إحنا كنا عارفين المتحف المصري وعارفين الأقصر وأسوان، تتوقف ثقافتنا الآثرية بالمناسبة مش يعني عند هذا أو الآثرية عند هذا الموضوع، ممكن يروحوا بقى، يعني تنصحنا هيتفرجوا عليه هيشوفوا إيه في متحف الحضارة؟ يعني الحقيقة المتحف الحضارة لوحده كان ما كانش لوحده من ضمن المشروع كان يتضمن تطوير منطقة عين السيرة بالكامل اللي هي المنطقة المواجهة لمتحف الحضارة. لما وضع حجر الأساس عام 2002 وبالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية لإنشاء هذا المتحف على هذا الطراز وعلى هذا الشكل وعلى هذه المساحة الكبرى، تم وضع مجموعة آثار مختارة من عصور مختلفة. فحضرتك هتروح هتلاقي آثار معروضة من حقب زمنية مختلفة، بما في ذلك مثلا تماثيل، موجود الأوبجكت، تماثيل أوشابتي، موجود مسلات، موجود لوحات، موجود المومياوات اللي هي هتروح في هذا الموقف. فبتلاقي تنوع، أي حد شخص مصري أو أجنبي جاي يزور هيزور حاجتين، سواء المنطقة الأثرية أو المتحف. المتحف احنا بنقول عليه هو نتاج للاكتشافات الأثرية الجديدة، لذلك احنا لما بنكتشف حاجات ناتجة عن البعثة الأثرية سواء بعثة أثرية مصرية أو بعثة أثرية أجنبية، بيتم توزيع هذه الاكتشافات الأثرية على المتاحف الموجودة في جمهورية مصر العربية لنعمل نوع من التنوع الفريد موجود في متاحف مصر. فيستطيع الزائر من المصريين أو من خارج مصر اللي هو نذهب إلى متحف الحضارة بقى الفسطاط لمشاهدة الكنوز التي لا تقدر بثمن من حقب زمنية مختلفة، وبالإضافة إلى المومياوات اللي الموكب البهيب يعني هيتحرك من المتحف المصري بالتحرير مرورا بميدان التحرير، ثم يمشي بمحاذاة كورنيش النيل وصولا إلى منطقة عين السيرة وتحديدا إلى متحف الحضارة بالفسطاط، الحدث المهم والأكبر زي ما قلنا هذا العام. جميل. بما أنك حدثتنا عن المتاحف، الحقيقة أحب كمان ألقي المزيد من الضوء على متاحف مصر. يعني متاحف مصر زي ما تفضلت وقلت لحضرتك اللي أنواعها، وخلينا أقول معلومة بسيطة للشعب المصري، معلومة ديت في غاية الأهمية، اللي فكرة إنشاء المتحف في حد ذاتها ليست وليدة الصدفة. يعني العالم ما صحيش في يوم وقال لا إحنا عاوزين نفتح نعمل متحف ونحط فيه الكنوز، لا، ده الفكرة نفسها ليها بدايات وليها خطوات سابقة. وخلينا أقول هنا للشعب المصري اللي فكرة إنشاء المتحف بوجه عام ترجع أصولها إلى المصر القديم، ودي معلومة مهمة جدا جدا جدا، اللي المصر القديم من أكثر من 5000 سنة فكر في إنشاء المتحف ولكن ليس بمفهومه الحالي. المصر القديم كان عنده مكان اسمه بير عنخ اللي هو بيت الحياة، هو مكان للتعلم والدراسة والتثقف فقط لا غير، ده عند المصر القديم بير عنخ اللي هو بيت الحياة. بعد كده وإحنا للعصر اليوناني والروماني، الإسكندر الأكبر أراد هو ومن بعده بطليموس الأول اللي يعمل الإسكندرية اللي هي تبقى منارة العلم والثقافة في مثل هذا التوقيت، فجلب العلماء من أنحاء العالم عشان يبقى الإسكندرية هي مصدر العلم والنور للعالم ككل. جينا بعد كده في العصور اللاحقة، في العصور المسيحية الكنيسة هي اللي قامت بدور فكرة إنشاء المتحف في العصر المصري القديم، توضع فيها التحف والعاديات والرسومات وما شابه ذلك. إذا أن وصلنا إلى العصور الإسلامية بنلاقي المسجد هو اللي قام بنفس الدور اللي قام بالبير عنخ عند المصري القديم، فهو ليس مكان للصلاة فقط ولكن هو مكان للصلاة والتعلم والدراسة، لأن عندنا في الأزهر الشريف
مكان اسمه الإيوانات الأربعة. الإيوان دوت مكان بين سريتين، السرية هي العمود، فالمكان ده خاص بالأئمة الأربعة اللي هو الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام المالكي. فالمسجد هو اللي قام بمثل هذا الدور. ولكن المصر القديم هنا البير عن خلوه المكان للتعلم والدراسة، المصر القديم ما كانش عاوز مفهوم المتحف في العصر الحديث اللي هو مكان يحفظ فيه التحف والتماثيل. ايه المغزى من كده؟ لان التحف والحاجات دي كانت موجوده في الميادين وفي الاسواق عند المصري القديم. فمصر كانت شديده الانتشار مفتوح. طبعا شديده الانتشار. طب حالات الاثار الموجوده عندنا، لانه يعني انا يمكن دخلت وشفت مركز الترميم، وهناك مركز ترميم كبير للغايه في المتحف المصري الكبير المزمع انه يعني يتم افتتاحه قريبا ان شاء الله. حالات الاثار المصريه في كثير منها جيده، ولدينا ايضا كفاءات الان ترميميه بقى عظيمه. يعني احنا عندنا مركز لترميم الاثار المصريه في كل يعني في كل بعثه بتبقى شغاله في مكان مخصص للترميمات الاثريه، بحيث اي قطعه اثريه تخرج من باطن الارض تحتاج الى الترميم على الفور، وهذا الفريق المختص بالترميم بيتعامل مع هذا الاثر لحفظه عشان يستطيع الاجيال القادمه اللي هي ترى هذا هذا يعني زي ما بنقول هذا التحفه اللي موجوده من ايام المصريين القدماء. عندنا مركز لترميم الاثار موجود ايضا في متحف الحضاره بالفسطاط. عندنا متحف مركز لترميم الاثار زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المتحف المصري الكبير، وهو ده الهدف من انشاء المتاحف اللي انا بعمل فيها مراكز ترميم الاثار. بنعمل فيها يعني خليني اقول لحضرتك المتحف الموجود في الفسطاط موجود فيه حاجتين مش موجودين في اي متحف، وهما اول حاجه معمل للدي ان ايه وده مهم جدا، وعندنا معمل للكربون المشع اللي هو سي 14 مش موجودين. الكربون المشع عشان خاطر تقدر الاعمار الموجوده وكان واعمار المومياوات الموجوده. تمام. تقول هو يعني مات عنده كم سنه وعاش كم سنه فده مهم جدا طبعا. لا عفوا، اللي انا يعني استغربته مش 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 الكربون المشع، الدي ان ايه. هو احنا النهارده بنقدر يعني انا عارف انه ممكن، بس في دقه في فكره انك تحدد دي ان ايه ومين ابن مين ومين قريب مين طبعا في المومياوات. طبعا والحاجات دي مهمه جدا عشان اربط الاسر المصريه القديمه ببعضها، واقول ان الاسره ما انتهتش وجا بعدها اسره من بره البيت الحاكم مره اخرى. احنا بنلاقي الاسر المصريه تسلسل تاريخي وتسلسل في الرئيس الدولي للدوله المصريه او للملك المصري. بنلاقي اللي بيقعد على كرسي الحكم من بعد والده مثلا ابنه، او من تجري في دمائه العروق الملكيه غير مصرح لاي حد الا في ظروف استثنائيه فقط لا غير، اللي هو يجلس على جرش على عرش مصر الا اذا كان يجري في عروقه الدماء الملكيه كان ابن ملك، او يتزوج من فتاه تجري في عروقها الدماء الملكيه. يعني احنا النهارده بنقدر وبتكنولوجيا نستخدمها نحن، يعني ده بيحصل في مصر طبعا، مش اجانب لا. زمان يعني لما كان ما كانش دي ان ايه، لكن كان التعرف اكثر الى المومياوات كنا بنستخدم الخبراء. حتى البعثات اللي هي الاستكشافيه او يعني التنقيب كان لازم يكون فيها يعني بتبقى بالاساس اجانب. النهارده قدرنا نوطن ده في مصر انه تبقى بايادي مصريه بعقول مصريه. خليني اقول لحضرتك ولا مع حضرتك في البرنامج حاليا اصبح لدينا 50 بعثه اثريه مصريه خالصة 100%. قبل كده كان الأجانب هم اللي بيجوا ينقبوا، هم اللي بيجوا يبحثوا في تاريخنا. الحمد لله الفترة اللي فاتت اشتغلنا كويس جدا، عملنا بعثات وصلنا ل 50 بعثة، من رئيس البعثة مصري، أعضاء البعثة مصريين، المرممين مصريين، فأصبحت البعثة المصرية خالصة 100%. الاكتشافات الأثرية قيمتها اللي ابناء الوطن هم اللي بيخرجوها للنور للعالم الخارجي، فده برضو انجاز لوزاره السياحه والاثار ممثله في الدكتور خالد العناني والامين العام الدكتور مصطفى وزيري، رئيس قطاع الاثار المصريه الدكتور ايمن وزيري، فده في حد ذاته انجاز للوزاره ككل. دايما كنت بتساءل، لانه يعني انا عاشق للتاريخ المصري القديم الحقيقه، فكنت بتساءل هي ليه كل الكشوفات دائما كانت عن طريق اجانب، يعني هوارد كارتر يعني وهناك يعني اسماء لامعه، لكن كان يصاحبهم علماء مصريون، لكن ما كانش ابدا بايدي مصريه.
النهارده تمت الاجابه على سؤالي. لا هو الطبيعي ان يكون مصريين، يعني طبعا مش طبيعي انك تلجا الى جانب، رغم هي بس فكره التكنولوجيا المتقدمه عندهم في الاجهزه والاهتمام، لكن الشغف اصبح موجود عندنا وده مهم للغايه. خليني اسال حضرتك على اجزاء ايضا مهمه. الملكه حتشبسوت احدى المومياوات التي ستتحرك، اليست حتشبسوت في الاقصر؟ يعني 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 انا اول مره اعرف ان لا هي موجوده هنا في المتحف المصري وسيتحرك مومياواها او جثمانها مع المومياوات. طب خلينا حيا حضرتك الاول على لفظ مصر القديمه او الحضاره المصريه القديمه وليس لفظ الفراعنه، لان في خطا ما بين الحضاره المصريه القديمه ولغه ما بين الحضاره الفرعونيه. احنا احفاد المصريين القدماء زي ما حضرتك بتتحدث دلوقتي معايا المصري القديم، بنتكلم في الحضاره المصريه القديمه المصري القديم وليس الحضاره الفرعونيه. فخليني احيا حضرتك على الهواء في النقطه دي. الملكه حتشبسوت هي وعشر مومياوات، يعني في عشر مومياوات من ال 22 اللي هيتحركوا في هذا الموكب الملكي المهيب، تم اكتشافهم في خبيئة اسمها خبيئة الدير البحري دي موجودة غرب الأقصر في منطقة وادي الملوك عام 1881. فالاكتشافات لما تمت هناك موميا تلو الأخرى تم استخدامها من الأقصر لتوضع في قاعة المومياوات الملكية الموجودة في متحف التحرير، المتحف المصري بالتحرير، لأن أنا ما ينفعش أسيب موميا هناك في موقع أثري أو وغير مؤمنة بالكامل. ده رقم واحد. رقم اثنين، في ترتيبات بتتم عشان لما أجيب الموميا وأنقلها وأحطها في درجة حرارة معينة، بيبقى في أجهزة موجودة داخل التابوت أو داخل الوحدة الزجاجية اللي موجود جواها الموميا بنظبطها على درجة معينة. فلازم تبقى مركزية وعندك قدرة على الرعاية والاهتمام. الله ينور على حضرتك دكتور، شرفتني ربنا. والحقيقة يعني حتى ذلك اليوم 3/4 إن شاء الله سنظل في تواصل مستمر، في اهتمام مستمر، في دعم وزخم مستمر، لأنه الحدث يتابعه العالم عن كثب. إذا كان العالم مهتما فأولى بنا أن نهتم بحضارتنا وبأحداثنا الكبيرة المهمة التي نعد لها إعدادا جيدا يوم 3/4 موعدنا السبت اللي بعد المقبل إن شاء الله. يعني أكيد سنشهد حدثا كبيرا ضخما عظيما مشرفا يليق بمكانة مصر وتاريخها وحضارتها. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور إكرام الساكت الباحث في علم المصريات والمفتش بوزارة السياحة والآثار. تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. وصباح الخير مشاهدينا الكرام، دائما نجدد التحية، دائما نجدد الصباح، وربنا يجعل كل أوقاتكم أوقاتا جميلة في أمان الله. شكرا جزيلا.